قالوا معنا لنحلق في سماء الإبداع، في سماء التألق، البداية ويا لها من بداية. أنتم على موعد مع معرض من الصور الشعرية، سوف يقص شريط الافتتاح لمعرض مهرجاننا هذا مبدعا جدا، حتى ظن البعض أن هذا الإبداع لا يمكن كتابته بيد واحدة فقط. علاء العبيدي، مرحبا بذكر محمد وعلي محمد. يا الله. الحضور الكريم، آبائي، أخواني، أساتذتي، كل من يصلهم صوتي وصوتنا، أمهاتي، أخواتي، الأساتذة الشعراء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بالقادمين من محافظاتنا العزيزة، الشعراء من مدينة علي بن أبي طالب الأستاذ حيدر الشيباني، ومن ميسان العطاء السيد غزوان الغالبي، ومن محافظة الحلة المعطاء الشاعر حسام الحمزاوي، الأستاذ الشاعر حسام الحمزاوي، والأستاذ الشاعر مروان العنزي، ومن بغداد الحب الشاعر السيد رفعت الصافي، ومن البصرة الفيحاء الصوت الحسيني الرائع الرادود محمد الحلفي، والأستاذ جوهرة الحفل علي نعيم الدراجي. في البدء رسالة باسمكم وباسم هذا التجمع الكريم وباسم مدينة الأم الزعفرانية إلى زينب العراق البصرة. إذا عطشوك من الماي سهل، فما تعطشين من الزلم والغيرة والمرجلة والحمية والكرم والنخوة، تبقين أنت والله العظيم تراب البصرة يشور، هم يسقطون والبصرة راح تبقى أعلى وأعلى وأعلى. بطاقتان جديدتان، الأولى إلى الطف. عشت صح بوقت كان الغلط قانون، عشت صح بوقت كان الغلط قانون، بوقت كاس الخليفة الملى بدم الناس، بوقت بيه الضماير تنشرف في لسان، بوقت أخذت إجازة العفة والنوماس، بوقت بيناس كلها انفتحة بس عميان، ولا موجودة ذرة غيرة وسط الراس، بوقت بيه الزلم تهتس طرب مو خوف على دف الخليفة وما يفرض الكاس، بوقت بيه الزلم تهتز طرب مو خوف على دف الخليفة وما يفرض الكاس، بوقت بيه العمامة آمرة عالدين وحقد صدورهم يخنق شم وسواس، وجيت وعدلتها بطفك المهيوب وذليت الرؤوس القبل بس تنباس، وقبل لا تسل سيفك رحمتك سبيت، ردت تصحب وما يرضيها والإحساس، أو كم فرصة نطيت أو صحت يا معودين يا معودين، اغتنموا الفرصة لا يطلع ترى العباس، أو على السابع ظهر من عندما الشردون، أو كم فرصة نطيت أو صحت يا معودين، اغتنموا الفرصة لا يطلع ترى العباس وعلي السابع ظهر من عندما الشردون، ويخلي اللحاية على الأرض تنداس، وبنزعة الثوب بهاي لا تفكرون، طالع سيف بيده ينزع الأنفاس، وحسبوها عدل منا لو ترجعون، لأن ويا أبو فاضل كل شي ما ينقاس، ولا تحاجوا بنبرة ابن أخت والخال، ترى من الزغر يعرفكم انت رجاس، او ترى من الزغر حافظ اساميكم، وام ام البنين الحاجة عليكم، ويدرب الله بد ما راح يهديكم، لذلك عالشريعة راح يهديكم، ويظل يلمكم بكيفه ويبديكم، ويا رقابكم سيفا يحاجيكم، ويخلي روسكم تسحقها رجليكم، ترى من الزغر، ولا تحاجوا بنبرة ابن اخت والخال، ترى من الزغر يعرفكم انت رجاس، وترى من الزغر حافظ اساميكم، وام ام البنين الحاجة عليكم، ويدرب الله بد ما راح يهديكم، لذلك عالشريعة راح
يهديكم ويظل يلمكم بكيفه ويبكيكم ويرقابكم سيفا يحاجيكم ويخلي روسكم تسحقها رجليكم لحد ما يخلي قاع الله تغص بيكم ويرخص دمكم الما حفظ دم الناس ويرجع علينا العفة والنوماس ويرجع الغيرة طاحت من الراس ويخل الزلم هيبة موش زلمة كاس ويمر كل صدر مخنوق بيها انفاس ويذبح خوفنا ونميز الأرجاس ويظل باب الحوايج للخلق ويظل باب الحوايج للخلق. أما البطاقة الثانية بالأمس قالها للشاعر الأستاذ الشهيد رحيم المالكي بعدما عجزنا عن مخاطبة الشرفاء في الحكومة اضطررنا أن نخاطب غير الشرفاء. وأنا أقول بعدما عجزنا عن مخاطبة الحكومة باللغة المؤدبة والمثقفة اضطررت أن أخاطبهم بما يليق بي فلا أستثني منهم أحدا. أبو عمام نفعني لو أبو القاط لو لبس سفور ولو عباية وعلم عندكم أشرف أي بنت لي للعاهر يم شرفكم تصبحاية ناس تعرت الحضرة أغا وناس تمشي بأنقرة كلش عراية وناس تعرت الدولارك سعود وكلهم بيد الأمريكي اللحاية على الشاشات محلاهم رياجيل بس بالواقع أغلبهم نثاية على الشاشات محلاهم رياجيل بس بالواقع أغلبهم نثايا السبعة بسبعة نتمنيتها تصير بس مو بينا بيكم كون هاية سبعة بسبعة نسحقكم للإعدام لحد ما نتعب حبال المناية شناديكم سبعة بسبعة نتمنيتها تصير بس مو بينا بيكم كون هاية سبعة بسبعة نسحقكم للإعدام لحد ما نتعب حبال المناية شناديكم يا حكام المكانيس القدامك نستو الوراية كنتوا بالدول كلكم تجدون وصفة وصرتوا أسياد الثناية وانا على الشعب هم اعتبه هواي يا رب الشعب ما تصفراية باكر من تجينا الانتخابات لا تصيرون أبواق ودعاية. السلام عليكم.